الشاعر يقول: إذا لم يستطع إنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع، فهل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحج عن أبيه؟ الجواب نعم، وذلك صريح في حديث الخاتمية حيث وصفت أباها لأنه أدركه الحج وهو شيخ ثان لا يثبت على الراحلة. قالت: أفحج عنه؟ قال عليه السلام: حجي عنه. وفي بعض الأحاديث: أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى. قال عليه السلام: فدين الله أحق أن يقضى، ولكن يجب أن يلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث وفي السؤال هنا، أي لا يستطيع الوالد، لا يستطيع الحج، بمعنى أنه بالنسبة للحديث لما فرض الحج كان الرجل مسنا فلا يستطيع أن يحج. بالنسبة لما يمكن أن يسأل عنه اليوم، رجل يبلغ من السن ما بلغ ثم يتوفى ولم يستطع الحج، إما لفقدان المال أو القوة والصحة أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج، فهو لم يستطع الحج، بمعنى لم يفرض عليه الحج هكذا. فإنسان مات ولم يفرض عليه الحج، أي لم يستطع الحج، وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج فعليه أن يحج بدليل حديث الخثعمية السابقة.